وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام. مرحبا بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة. إذا هل لك أن توضح لنا أهمية زيارة صاحب الجلالة سلطان بروناي إلى مملكة البحرين؟ مرحبا بكم. بداية أشكركم على هذه الاستضافة. في الحقيقة ترتبط مملكة البحرين بعلاقات تاريخية متميزة مع سلطنة بروناي دار السلام، واللي تعززت من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين الشقيقين، تأكيدا للحرص المشترك من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب الجلالة سلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة حفظه الله، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقويتها في كافة المجالات. ويحرص البلدين الشقيقين استمرار على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهم لتشمل مجموعة متزايدة من مجالات التعاون، بما يستدعي ذلك من سعي مشترك لاكتشاف مزيد من الفرص اللي من شأنها الارتقاء بمستقبل التعاون بين البلدين نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. نعم سعادة الوزير، ما أهمية توقيع مذكرتي التفاهم مع سلطنة بروناي في المجال الإعلامي وكذلك التعاون في المجال الثقافي بين البلدين؟ الحقيقة كما تابعنا اليوم فقد تم التوقيع على عدد مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في جملة من المجالات الحيوية، وقد تشرفت بالتوقيع على مذكرتي تفاهم التعاون في المجال الإعلامي وفي المجال الثقافي، والتي تأتي تتويجا للشراكة بين البلدين وتعزيزا لفرص التعاون القائمة من خلال تبادل الخبرات والمعارف الإعلامية وتسليط الضوء على العديد من الفرص الثقافية الغنية لدى البلدين. ودائما إن شاء الله تواصل مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام تعزيز العلاقات الودية المتبادلة، لا سيما في ظل رغبة البلدين المشتركة في تحقيق التنمية والتقدم والتطور على جميع الأفرادة، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وروابط تعاون متنامية بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير على الشعبين الشقيقين. نعم سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك.